توني قال لي صافي فات فيها الفوت، قلت له تجيبوها في ديك الساعة اللي جبتوها في ديك الساعة كنا نعتقوها، أما دابا صافي فات فيها الفوت، يعني داعت في هذيك البرا، ديك البرا ماشي تا الليل. ما عندي حتى شي مدخول، ما كنلقاش باش نشري الدواء، ما كنلقاش حتى شي مدخول ما عندي، أنا كنضطر نخرج نبيع كلينيكس. ما نكذب عليك اختي، مشينا واحد المره مشيت لواحد الجمعيه قال لك هما خصهم المساعده، هاد الجمعيه هما قال لك خصهم المساعده، قال لي الا كنتي تعرفي حتى شي ناس اللي يعاونونا. ما كرهتش يا ريت تكون كتصحيحه، غادي نخدم ما نبيعش كنينيكس، هما راه صحاحي كيبيعوا كنينيكس. متتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا الحالات الإنسانية والاجتماعية. اليوم معنا الأخت مريم اللي هي كتعاني نقدر نقوله خطأ طبي. أخت مريم دارت جلبة ديال 5 سنين ومن ثم الحياة ديالها غادي تتبدل رأسا على عقب. أخت مريم قربينا منك، عارفين بك أولا. السلام عليكم، أنا سميتي مريم، في عمري 30 سنة، يعني جلبوا لي جلبة الأخرى ديال 5 سنين، ولات عندي الإعاقة في يدي وفي رجليا. الحمد لله على كل حال، أنا دابا من 5 سنين وأنا كنعاني بالإعاقة، ودابا أنا ما عنديش ليبيا، الوالد ديالي كبر، الوالدة ديالي كبرات، ما بقاوش كاع قادرين عليا، أنا دابا مريضة، عندي الأعصاب في المعدة، ضروري خصني ناخذ الدواء ديال الأعصاب، عندي فانيد في الليل وفانيد في النهار. يعني عندك مرض مزمن آخر من غير الإعاقة اللي تثبت لك فيه جلبة. خلينا أخت مريم بعدا في الأول مع الجلبة اللي درتي وأنت عندك 5 سنين، واش ما علموكمش، ما قالوش واش ربما عندك مشكل إلا درتي غيصرى لك هاد الإعاقة، ولا شنو السبب؟ كيفاش الجلبة واش النهار اللي درتيها؟ أنا أصلا قالت لي الوالدة، يعني كتعرفي يعني في العروبية ماشي هنا، قالت لي الوالدة خرجتك ناعسة، يعني ما كانوش عندهم سبيطار في ديك الساعة في العروبية، كانوا غير تيدورو تيعيطو في 600 وهكا، كيعيطو 600 والكنية يعني مقيدين. صافي خرجتني الوالدة أنا ناعسة، يعني الطبات زعما ماشي مطورين ما فايقونيش مزيان، صافي شدو جلبو لي الجلبة. قالت لي الوالدة طلعت لك السخانة لدرجة ما كتصورش، طلعت لك سخانه، قالت لي بقينا كندير لك غير في الدواء ديال العراب، وهذا كنقولوا اليوم غدا، اليوم غدا تولي شويه. صافي يعني تطولت في داك الشيء، صافي شويه بركات كتكمش ليا رجلي، عاد في ديك الساعه زوني السبيطار، يعني فاش زوني داوني قال لي صافي فات فيها الفوت، قلت له تجيبوها في ديك الساعه اللي جبتوها في ديك الساعه كنا نعتقوها، اما دابا صافي فات فيها الفوت، يعني داعت في هذيك البرا، ديك البرا ماشي تا الليل. يعني ديك الساعه ما كانش حداكم حتى شي سبيطار اقليمي اللي قريب ليكم ولا؟ لا كانوا بعادين من السبيطار، بعدي حني جنب حتى قيم بعيده من السبيطار. صافي من مشكل اخر زيد على الجلبه. العاب فاش دابا جلبوا لي الجلبه، انا فاش من تماك فاش وليت في الاعاقه، وليت فادت وليت معصبه، ولا عندي العصب في المعده. هاد الاعاقه شنو دارت لك؟ كنشوفوا ايديك ورجليك. رجلي حتى ما يعني ما تنقدر ندير حتى شي حاجه، ما كنقدرش نمشي للتواليت بوحدي، ولا يعني عندي تشوفي الحاله، يعني ابسط الاحتياجات اللي ممكن انك تحتاجي ديريها ما غاديش تقدري ديريها بيد المساعده. لا ما نقدرش، يعني اختي اللي بيا. يعني دابا اللي فهمنا بان الاب والام ديالك يعني كبروا في السن، الله يطول في عمرهم، ما بقاوش قادين يهزوك او يعتنوا بك، اختك هي اللي. لا الوالد ديالي كبر، الوالده ديالي كبرات، ما بقاوش قادرين عليا لا بالمصروف، ما عندهم حتى شي مدخول، ما بقاوش قادرين عليا لا بالمصروف، ملي مريضه خصني ضروري الدواء، ما بقاوش قادرين عليا، يعني انا اضطريت باش نجي عند اختي هنا لكازا ونجلس عندها، واخا انا جالسه عندي يعني مقبلاني اختي ما كتحتاجني حتى شي حاجه، من جيت العمال، من جيت الغسيل، من جيت الماكله هذه، ولكن حاجه وحده هي اللي خاصني، ما عندي حتى شي مدخول، ما كنلقاش باش نشري الدواء، ما كنلقاش حتى شي مدخول ما عندي، انا كنضطر نخرج نبيع كلينيكس.
انا فات الحال وكنقدر نخرج بها كلينيك. كيفاش كتقدري تخرجي تبيعي كلينيك سنتي؟ سمحي لي زعما يعني كنشوف يدك كيفاش غديري تاخدي الصرف ولا تردي ولا انا كنشد كلينيك ما كان غير كنحطو في الشبكه في علاقه وكنقول الناس باش يتعاونوا معايا. يعني هو ياخذ الكلينيكس ويحط لك الفلوس؟ قابه كاين اللي كيعطيني كاين اللي ما يعطينيش. المجتمع دي انا ما ترحمش. كاين اللي كيحط لي دراهم جوج دراهم كلك يلا وعسى لك ديك 100 درهم. ديك 100 درهم كنفرح بها وكنمشي فرحانه كنقول الله وعسى ديك 100 درهم لقيتها باش نشري بها الدواء. انا عندي 100 درهم ما قادانيش. يعني انا عندي مصروف عندي 10000 ريال الشهر ديال الدواء ما كاينش لي بيا ما عنديش اختي لي بيا. واليوم اختك الا هزاتك راه ما يمكنش راه دوام الحالي من المحال كيف ما كيقولوا. اختك ربما عندها مسؤوليات عندها زوج ديالها عندها وليدات ديالها حتى هي مشكوره انها كتساعدك كيف ما قلتي الحمام الغسيل وهذا. ولكن اختك عندها شي مدخول خدامه؟ لا اختي ما خدامه ما عندهاش حاجه وعندها ولدها صغير ما خدامه ما والو. يعني اختي باش مقبلاني انا لا خرجت غير نهار واحد كان مرات سيمانه. واش دابا انتي كقاده تخرجي يعني يوميا وتبيعي كلينكس؟ لا اختي ما تنقدرش ما تنقدرش. كيدورني ضهري بالجلسه كنعيا كنعيا بزاف في الكروسه كنعيا بزاف. انا اليوم يعني فكرت باش ندير واحد القناه باش ندير واحد القناه غير الله وعسى قلت انا الله وعسى يدخلوا عندي الناس ويتعاونوا معايا. انا ما تنفكرش ندير لاباس. انا بغيت غير باش نولي نشري الدواء باش انا مصروف ديالي وباش نعس غير شويه على جنب الراحه ما نبقاش نفكر بزاف. وغير الله وعسى غير نعيش داك الشيء اللي باقي ليا في عمري نعيشو مرتاحه وما نبقاش كنتعذب. قولي لنا اختي مريم قربي للناس باش يعرفوا المعاناه ديالك الحقيقي. كيفاش كدوزي النهار ملي كتفيقي مع الصباح ربما خصك تدخلي للطواليت تمشي خاص ضروري شي واحد يكون معاك؟ ضروري ضروري خصي كنفيق في الصباح خصي كتغسل ليا وجهي كديني للطواليت ضروري ضروري معايا اختي. الا ما كانتش معايا اختي راني يعني ما تقدريش تكوني بوحدك في الليل ولا شي حاجه ولا كنتي مريضه هذيك خلي لك انت مريضه وعباش كتكون معاناه اكثر. الا كنت مريضه كنقول ماني في حاله. انا اختي كتبقى جالسه ليا عند راسي عند راسي كتبقى جالسه ليا اختي. انا راه ما كنقدرش نعيش بلا دواء بلا دواء ديال الاعصاب ما كنقدرش نعيش بلا عندي في الليل وفي الصباح. انا نسول الاخت ديالك قول لنا عفاك دابا الحاله ديال مريم كيف ما شفنا قالت لينا الجلبه اثرت عليها ملي كانت عندها 5 سنين. والديك هزوها وكبروا وعياو وانت دابا انت هي هزاها وكتعاونيها وداك الشيء. واش انت عندك المدخول عندك الامكانيات؟ ما عنديش المدخول. انا كنت خدامه كنت خدامه يعني كنت خدامه قبل ما نولد قبل ما فاش كانت جالسه معايا كنت خدامه. ولكن فاش ولدت صافي ما يمكنش انا غادي كي غندير تقابلي نكبر يعني ما حيلتي لولدي ما حيلتي لا هي اضطريت انني نبرك صافي. هذيك فاش بركت صافي هي ولات كتقول لي غنخرج نبيع كلينيكس واخا نجيب غير باش نشري الدواء فهمتي واخا نجيب غير باش نشري الدواء ما كنبغيهاش انا تخرج. قالت لي هي كتعاني دابا الكرسي كيضرها في ظهرها كتعيا كيضرها كيضرها بعض المرات كيضرها من هنا ضرها رجليها خصني نجي نبقى بعض المرات نبقى نمصي ليها رجليها نبقى نمصي ليها. بعض المرات كنسمعها كتبقى تقول يا ربي يا ربي نوض ما كي مريم كتقول كنقول لها مالك يا مريم كتقول لي راه ضرتني رجليا. يعني من غير المعاناه ديال الاعاقه كاين المعاناه ديال الالم الكرسي يعني العذاب غير مخلي على المعاناه ديال المعده المعاناه ديال الاعصاب عندها معاناه اخرى رجليها ولاو تيضروها ظهرها. ولكن هي الحمد لله كما قالت لك المجتمع ديالنا ما تيرحمش. ما ترقشوش الباب ديال شي جمعيات ديال؟ نعم نكذب عليك اختي مشينا واحد المره مشيت لواحد الجمعيه قال لك هما خصهم المساعده. هاد الجمعيه هما قال لك خصهم مساعده. قال لي لك انت تعرفي حتى شي ناس اللي يعاونونا يعني باللي شفت هكا يا صافي ما يعني طرت انا. كيفاش هما جمعيه كيعاونوا الناس خاص يجيو الناس يعاونوهم؟ قال لك حنا خصنا اللي يعاوننا هما جمعيات. قال لك كنا في رمضان مشينا عندهم باش يعني زعما غيساعدونا في داكشي ديال التغذيه الدقيق وهذا. لا ما قال لك لا ما كنعطيوش. لا قال لك حنا ما تنعطيوش. دابا الانسان اللي بحالك زعما كاينه ما يقدرش يتحرك ما يقدرش يخدم راه الناس بصحاح وما لاقينش الخدمه. انت اللي مريضه اش غديري الا كل ما كانتش اختك شنو غتمشي للزنقه شنو غديري؟ وما زيدو كنخرج كيجيو لي الناس كيعيروني الناس اللي كيبيعوا كلينيكس كيكونوا صحاح وكيقول لي ما تجلسيش حدانا
ولكن انت كتكوني جالسه في الملك العام ديال الشعب كامل. كيقول لي لا انت غتبيعي وحنا ما غنبيعوش. علاش؟ حيت انت زعما كاينه على كرسي متحرك. كنقولي مراه الرزق بيد يلا راه. ولكن انت ما اختاريتيش تكوني على كرسي متحرك، ربما كنا ما كرهتيش تكوني صحيحه بحالو غادي تمشي ديري شي حاجه. ما كرهتش يا ريت تكون كنت صحيحه، غادي نخدم ما نبيعش كنينات وما راه صحاحي كيبيعوا كنينات. دابا اسمحي لي، دابا الزمان الاعاقه الناس ما كتشوفيش كلشي هادو الناس ضدك، باش كتحسي؟ يعني تخلطات عليا خلطة عليا المجتمع ديالنا ما تيرحمش. انا شحال درت فيديو. كيفاش المجتمع ما كيرحمش؟ اشرحي لي، اش كتعرضي المضايقات في الزنقه كت... مني كي اللي كيشوف فيا وكيزيد وما كيعطيني حتى شي حاجه، كيجرحوك الناس، كيبقى فيا الحال. كيبقى فيا الحال. ابتلاء من عند الله، بالعكس. لا كيشوفوا فيك، يبقاو كيشوفوا فيك في يديك، كيشوفوا فيك في يعني المؤمن مصاب. الحمد لله هذا ابتلاء. الحمد لله انا حامده ربي وشاكره، يعني هذا الشيء مكتب ليا. الحمد لله اللهم لك الحمد. انا دابا كنتمنى غير المحسنين يعاونوني، كنتمنى الناس يدخلوا عندي في هذه القناه ويدعموني. الله يسهل. القناه ديالي يوميات مريم سميره، وانا غنعطيكم الرابط وخليو ليا تحت الفيديو. كنظن الرساله ديال اخت مريم واضحه، وكنتمنى النداء ديالك يلقى التفاعل والناس يتفاعلوا معك، وان شاء الله يدخلوا القناه ديالك يوميات مريم وسميره. يوميات مريم سميره. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا أشرف عوينة. لنا الصورة ولكم التعليق. شكرا على حسن التتبع وإلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.